النقلة بتاعت هوليوود غيرتك؟ أكيد غيرت فيك حاجات. انا عندي ثقه بنفسي، تمام، ما طبيعي. اعتقدش ان في حاجه تانية فيها اتغيرت الى الان. لسه برضو مش ما خدتش يعني، انا لحد دلوقتي لما انت حتى بتعملي المقدمه بجد مخليني مدمع، لسه مش مصدق ان ده بس دي حقيقة. الحمد لله. بس انا هقول لك على حاجه حلوه قوي اللي مخليني لازق في الارض، بمعنى ان انا جراوندد ولسه على الأرض، عقلاني يعني. وإن شاء الله تفضل على طول على الأرض، يا رب لأن دي يا رب النجاح بيستمر من إن أنا واقف على الأرض يا رب، فعلا طول بدأ الوقت، ربنا ما كده عنديش إن أنا إحساس إن أنا طاير في السماء. صح. إن أنا دايما بفتكر إن كلمة موهبة في كل اللغات جيفت، هي هبة، هي هدية. صح. الموهبة هي حاجة نازلة لك من أنت ما عملتش فيها حاجة، زي صوتك الجميل بتجتهد بالظبط، إن أنت بتطوره وبتاع، بس في الآخر هي حاجة جاية من فوق. ربنا صرفها لك، أنت مالكش دخل فيه، مالكش زي دخل فيها. الكاريزما، زي أنا بجتهد جدا، بس حتى بشوف شفتها في عيالي. كنت انا دايما ايه ادي نفسي كريدت انا مجتهد، بس لقيت في ناس حتى في الجينات تلاقي طفل في صفات وطفل في صفات ايه اللي ثانيه. في عيالك واخدينه منك ومن ساره؟ عندي ولد شقي قوي، انا كنت ده ال 11 سنه، ده عنده 7 سنين، 7 سنين، فده انا حاسس وبنوته انه مني 11 سنه. وهو شبه ساره قوي. البنت زي عقل قوي وهادي قوي زي ساره، وبتحسب كل حاجه وعقلانيه قوي، يعني تحس انها مخترعه. انت خدت منها حاجه؟ مين؟ شعرها الكيرلي، وعايز تعمل ليلى الفولي اللي هي اول سوبر هيرو مصريه، عايز تعمل مسلسل، بس انت عملت الشعر زي شعر بنوتك وشعر ساره. وشعر ساره كيرلي كمان. انا كنت مبسوط قوي انه انا بنتي عندها 3 سنين، تخيلي بتتفرج على الاميرات بتوع ديزني والاقي عندها 3 سنين شعرها رائع كيرلي، بس تقول لي انا عايزه ولا بنوتي؟ عايزه فريدو. ليه؟ طبعا عشان كل برنسيسات ديزني، ده اسمه البير بريشر، ضغط المجموعه، وسبشالي ضغط الحاجات الفنيه. فكنت مبسوط قوي ان احنا من الناس، وفي ناس تانية عملت حاجات، بس احنا كنا من الناس اللي عملنا. ما شاء الله. وهي كمان مشهد السوبر هيرو بتاعها هي كان شكلها جميل، فطلعت سوبر هيرو كيرلي. ده فرق جدا مع بنات كتير انها تشوف نفسها الحاجات الصغيره دي. على فكره مش متخيله بتفرق ازاي. انت عارفه ان احنا الحمد لله المجتمع يمكن في ال10 سنين اللي فاتوا تقبلوا للكيرلي، اكيد شايفه بقت موضه، وبقت موضه، بقى الكل بيمشوا في الشارع يقولوا لهم انت عامله شعرك ازاي. ما ده اسمه ضغط الجماعه، ان الناس لما تتقبل حاجه بقت حلوه، وزمان لما كانوا يقولوا عليها الكلمه السيئه اللي بتتقال عليها بقت كانت شتيمه. مش عايز اقولها حتى يعني. طب انا عايز اسالك سؤال. احنا النهارده في مصر لو حبينا نعمل شخصيه لينا احنا، هيرو بتاعنا، نعمله شكله عامل ازاي؟ انت فكرت في بروجكت زي كده؟ انا فكرت في بروجكت مثلا عمرو سلامه صديقي بيعمل مشروع، انا شايف ده مناسب لموضوع السوبر هيرو، اسمه فرعون. عن الناس اللي عارفه لما تلاقي واحد اللي هو بيحط الكوين في عينه ويعمل كده، عارفه الناس دي؟ بيبقى اسمهم دايما بيسموهم فرعون. انا قصدي ان هو حاجه من المستوحاه من الثقافه الحقيقيه، ان واحد عنده قوه خارقه ويبقى عنده ده بيشدوا قطره وبيعملوا حاجات رهيبه، بس هي جزء من الثقافه. يعني انا نفسي، انا كنت مبسوط لما كتبت الجزيره من 18 سنه، ان عملنا اكشن من الثقافه. يعني ما هواش جبنا ناس لابسين بدل وبيضربوا ورا بعض بالرشاشات. الصعيد فيه ممكن تتخيلي ان ممكن ناس تشيل سلاح او تعمل حاجه. ولا وانت برضو لما كتبت ودخلت في نفس فكره، نفس اللي انت مهتم بيه، مشاعر واحاسيس ودراما. طبعا انا بعشق الفيلم ده وبعشق الدراما اللي فيه والقصه اللي هو من الاعمال المهمه جدا. طيب بمناسبه ان احنا قلنا عمرو سلام. فعمرو سلام واضح ان هو منحاز لك بشكل كبير. قال اذا محمد صلاح عمل حاجه في العالميه فمحمد دياب كمان زي محمد صلاح. بتشوف ان ده هو انحياز وحب ولا يعني من عمرو؟ هو منحاز لي طبعا، هو اخويا بمعنى الكلمه. انا هقول لك على حاجه تبين الاخوه الحقيقيه. عمرو مخرج وانا مؤلف، انا قعدت مؤلف سنين. المفروض ان المخرج يبقى عايزني افضل مؤلف. عمرو اللي اداني اول كورس اخراج، وهو شجعني وتحداني لازم تخرج، فهو يعتبر هو السبب ان انا اخرجت والله. فيعني انتوا مجموعه اصحاب جدا، انت وعمرو واحمد مراد. احنا كتير، احنا انا بعتقد انا يعني صحاب اللي بنشوف بعض كل يوم، انا وعمرو. انت وعمرو. انا وعمرو، انما انا بحب قوي احمد مراد، بحب مروان، بحب احمد مدحت، لينا اصدقاء كتير، وانا من النوع اللي بحب جدا نبقى حوالين بعض علشان بنستفيد من بعض ونشوف كل واحد فينا عمل ايه، بنشوف شغل بعض. طب انا لو هتزعل مني لو قلت لك احنا حاليا محتاجين نطلع ونفرز مجموعة جديدة من الوجوه الجديدة في السينما والدراما المصرية؟ ليه هزعل ليه؟ يا ريت. كل ليك ليا حق ولا ماليش حق؟ يعني انت ممكن تختلف معايا تقولي لا انت غلطانة، احنا عندنا الحمد لله مجموعة. أنا مش شايفة. أنا شايف إن عندنا مجموعة ممتازة، ولو قلت لي مثلا السؤال عايز تاخد حد عالمي أقول لك بتاع 100 شخص. لا انا قول لنا 10 من 100 شخص. ما انا خايف ان انا انسى شخص. قول 5، قول 2. احنا قلنا 10 من 100، احنا قلنا في 100، هنقول 10 منهم. يعني
مش عارف اقول ايه، بس الممثلين في مصر كتير. لو على الشباب مثلا بحب احمد مالك، بحب علي قاسم، بحب محمد ممدوح، بحب آسر ياسين. هو ثروة مصر الحقيقة فعلا في البشر هنا، في الموهبة اللي ربنا اداها. انت اربعة غدا. بحب عمرو يوسف، بحب عمرو سعد، بحب كل احمد دول السقا، بحب على فكرة كل دول رجالة. فين الستات؟ لسه بنكمل الستات بقى. الستات طبعا منى زكي، هند صبري، انا قلت منى شلبي من الجيل الجديد. منى شلبي بس لازم اقول منى كمان. لا منى دي جميله، دي ملهاش حل. من الجيل الجديد. انا الاسامي اللي انت قلتها دي الصغيره محدش فينا يختلف ان هم دول الزرع بتاعنا. انا عايزه بقى نبقى ضامنين المخزن. بحاول ابقى افتكر مين عشان ما ابقاش بنسى البنات مثلا. افكرك انا بناس. قولي لي. في ماين السيد طبعا جميله جدا. في بتضحكي ليه؟ انا بحبها قوي والله. لسه اقول لك مفيده. انا باخدني. انا بحب على فكره، انا هقول لك على حاجه، انا بحب جدا الملامح المصريه. يعني بحب لما نعمل حاجه مصريه يبقى في ملامح مصريه. طيب. فبحب جدا الناس اللي ملامحها مصريه. انا ينفع اغني؟ وممكن اساعدك على فكره. امثل؟ لا. احنا في مون نايت عملنا اوديشن، عملنا كاستنج، وناوي ان شاء الله ان انا هتشوف اي اغاني مهرجانات انا راشقه معاك. انا خايف اكون نسيت حد، بس زعلان قوي، لان انا مؤمن شخصيا انا مؤمن ان مصر هتشوفي، وان شاء الله هتشوفي في شغلي. مش بقولها كلام نظريات، هجيب ناس من مصر كتيره جدا. وفي رنا انا نسيت بنوته شكلها مصري، وفي اسماء، في ماجد الكدواني. انا اسف انا بفتكر الرجاله بس اصدقائي اللي اشتغلت معاهم. خالد النبوي. في ناس خالد النبوي طبعا. انا قلت لك في اسامي كبيره دي زرعينا. انا كنت بتكلم ان احنا محتاجين. خلي بالك انا بقالي كام سنه منفصل. انا بقالي 4 سنين منفصل عن العالم الفني في مصر. مش منفصل. طب منفصل عن العالم الفني في مصر. طيب الثلاثي دياب هتعملوا ايه؟ يعني انت دلوقتي بتقول هروح امريكا لحاجه كبيره وارجع مصر اعمل حاجه صغيره. انتوا ثلاثي محمد وخالد وشيرين هتعملوا ايه يعني؟ بنالف خلاص، بنعمل مشاريع مع بعض خلاص. احنا الثلاثه بنالف، انا وخالد وشيرين وساره. انتوا كده بقيتوا رباعي. بقينا رباعي، وكل واحد فينا بيعمل حاجه. احنا يعني في لما تيجي تعمل مسلسل كمثال، انت عايز سنتين شغل يعني. بتكملوا بعض؟ بنكمل بعض طبعا، وكل واحد عنده حاجه يضيفها. موضوع كبير. وانا عايز اقول لك ان غالبا هيبقى هختار ناس تانية، لان هيبقى لازم يبقى معايا ناس اكتر لو احنا هنعمل مشاريع.